ودع عنك آراء الرجال وقولهم، فقول رسول الله أولى وأشرح. نعم، هذه مسألة أخرى، وهو أنه لا بد يكون هناك خلاف، لا بد يكون هناك خلاف بين العلماء في المسائل. هذا يقول هذا حلال، وهذا يقول هذا حرام، وهكذا يجري الخلاف بين العلماء في المسائل الاعتقادية والمسائل العملية والمعاملات. الخلاف يقع بلا شك، وهذه طبيعة البشر، لا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. فالخلاف يقع بين الناس، ولكن لا يجوز لنا أن نأخذ ما نريد من الأقوال وما يوافق رغبتنا وشهواتنا، وإنما نأخذ من الأقوال ما قام عليه الدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا كما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فردوه إلى الله، إلى كتاب الله القرآن، والرسول في حياته عليه الصلاة والسلام يرجع إليه ويسأل، وبعد موته يرجع إلى سنته كأنه موجود عليه الصلاة والسلام، سنته موجودة، أكأن الرسول موجود بيننا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. وقال عليه الصلاة والسلام: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. فلا يجوز لنا أن نأخذ من الأقوال ما نشتهي أو يوافق رغباتنا وأهوائنا، أو نقول هذا أوسع للناس وأيسر للناس ومرونة مطلوبة. هذا كلام باطل كما يقوله كثير من الكتاب اليوم وأصحاب الأهواء، ويقولون الاختلاف رحمة. لا، الاختلاف ما هو رحمة، الاجتماع هو الرحمة والاتفاق هو الرحمة، أما الاختلاف فإنه عذاب وشر، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: الخلاف شر، الاختلاف شر. فالاختلاف يقع موجود، لكن ليس معنى ذلك أن نقول هذا من سعة الدين ومن، لا، الدين ما هو بالأقوال، الدين بالدليل. إن تنازعتم في شيء فرد، هذا الميزان، هذا الميزان الذي بين أيدينا. الله لم يكلنا للخلاف ولا إلى رأي فلان وقول فلان، بل أمرنا بأن نرجع إلى الميزان وهو الكتاب والسنة. فمن كان من أهل العلم ويستطيع أنه يعرف الراجح من المرجوح، فإنه لا يسعه أن يأخذ القول على علاته حتى يعرضه على كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما إن كان من العوام أو من المبتدئين في طلب العلم، فهذا يسأل أهل العلم، يسأل أهل العلم. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالله لم يكلنا إلى الخلاف ولا إلى الأقوال ولا إلى الآراء، والأئمة يحذرون من أخذ أقوالهم بدون معرفة الدليل. فالإمام مالك رحمه الله يقول: كلنا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإمام الشافعي رحمه الله يقول: إذا صح الحديث فهو مذهبي، ويقول: إذا خالف قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عرض الحائط، وخذوا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ويقول أجمع المسلمون على أن من استبانت، يقول الإمام الشافعي أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد. هذا قول الإمام الشافعي رحمه الله. والإمام مالك أيضا يقول أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما نزل به جبريل على محمد لجدل هؤلاء. والإمام أحمد يقول عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان. والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. فلا قول لأحد مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. والواجب علينا عند الاختلاف أن نرجع إلى الميزان، وهذا من رحمة الله بنا أنه لم يكلنا إلى الاختلاف وأقوال الناس، وإنما أمرنا أن نزن الأقوال بالكتاب والسنة، وهذا يكون للعلماء. أما العوام فعليهم أن يسألوا أهل العلم، يسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فيسأل من يثق بعلمه ودينه ويأخذ بقوله. ولهذا يقولون مذهب العام مذهب من أفتاه، فهذا هو الضابط في هذه المسألة. والآن الصحف والكتابات كلها تنادي بالأخذ بالآراء والتوسعة على الناس، وأنهم إذا ردوا إلى الدليل هذا حرج وضيق، هكذا يقولون. هذا يكاد يكون هذا القول كفر، لأن الأخذ بالدليل يكون حرجاً. اللي يقول هذا يكفر، الأخذ بالدليل هو الفرج وليس حرج، هو الفرج وهو التيسير من الله سبحانه وتعالى. أما الأخذ بالآراء والأقوال المختلفة فهذا ضلال تضليل. فهذا هو الكلام في هذه المسألة، مسألة الاختلاف، وكيف نأخذ، ماذا نأخذ من الأقوال المختلفة في المسائل. نعم.